تقيم أم عمر يعني يحدث لها بعض الشكوك في الصلاة فتعيد الصلاة، ثم تنوي بعد ذلك أن الصلاة التي صلتها في أولا تكون فريضة والثانية تكون من الفوائت. نعم شيخ كريم. كيف يعني؟ يعني هي تصلي الصلاة هي تشك فيها، هي توسوس نعم في بعض صلاتها نعم فتعيد الصلاة، نعم ثم فلما تقول تعيد فتقول إن كانت الأولى مقبولة في نفسها هي الفريضة والثانية تكون من الفوائت. والفوائت يعني فرائض فاتت نعم. فاتت عليها. يعني هذه المسألة كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول بذلك، وهي مسألة خلافية بين العلماء، أنه لو صلى منفردا ثم ورد الجماعة قد أقيمت فيقوم يصلي مع الجماعة فأيهما يحسبها الله جل في علاه. العلماء قالوا الأسبق تحسب على الفريضة والأخرى تكون نافلة، لكن هنا هي ليست لم تصلي جماعة، هي صلت الفريضة وهي انتوت بأنها تكون الفريضة صحيح؟ ثم توسوس فيها فتقول أعيدها، فتقول إن كانت صحيحة أو مقبولة تمام. من باب صح كده، من باب الموسوسة تكون هي الفريضة والثانية الفائتة صح كده؟ أيوة في هذا الباب. عامة إن قامت تصلي للفريضة فالأولى للفريضة في الحالتين، الصلاة الأولى للفريضة في الحالتين، لأن لما قامت تصلي أولا قامت تصليها أنها للفريضة ولم تغير النية، هي لم تغير النية لكنها بعدما سلمت شكت خلل في الصلاة أو لا خلل في الصلاة صحيح كده؟ مش هذه الصورة؟ كل شك يطرأ طرو الشك بعد السلام لا عبرة به، وهي ما قامت تصلي إلا صلاة الفريضة فهي تحسب الفريضة الأولى. نعم. وأما الثانية هذه إما تكون نافلة وأرجو أن تكون للنافلة، أو تكون فائتة على ما تقول في قول الجمهور.